مرحبا من جمعية أصدقاء الطبيعة لكل الطاقم العلمي والجامعي بلبنان من أساتذة وطلاب وباحثين. عم نتوجه لكم اليوم لنعرفكم على مشروعنا وهو إعادة إحياء النظام الطبيعي ببحر لبنان من خلال الشعاب الاصطناعي. هالمشروع ممول مشكوراً من الاتحاد الأوروبي وجمع حواليه عدد كبير من العلميين والمهندسين لنقدر نكون عم نحيي الثروة البحرية بشكل علمي وبشكل ممنهج ومتكامل لحتى نعطي حقه. مشان هيك كمان هالإطلالة عم بتفرجينا كيف ممكن إنه نتعاون سوا وكيف ممكن إنه نتوجه لبحرنا بشكل علمي وشو هي الأدوات العلمية اللي استخدمت في هذا المشروع حتى يكون لنا نافذي على المستقبل كيفية التعاون سوا لحتى نكون عم نعمل مشاريع أو أبحاث علمية تعنى ببحرنا وبثروته. ليش عم نتوجه لكم بهالوثائقي؟ كنا حابين نروح لعندكم على جامعاتكم ونقضي نهار من عرض المعلومات والمناقشات العلمية، إنما للأسف بسبب جائحة الكورونا اضطرينا إنه نغير إطار التوجه ليكون من خلال هالوثائقي. هلأ رح نشوف سوا الأدوات العلمية اللي استخدمناها ورح نبلش بالشعاب الاصطناعية. شو يعني شعاب اصطناعية؟ هل هي هادفة عالمياً؟ خلينا نشوف. شعاب اصطناعية بلشت من أولهم باليابان بال1950s، ومن وقتها تعمر كتير شعاب اصطناعية حول العالم، منهم أكتريتهم أو أغلبيتهم تعمروا بالولايات المتحدة على الشط الغربي المحيط الأطلسي، فلوريدا، نيوجيرسي، مكسيكو، كوستاريكا وفنزويلا اللي هني بأمريكا الجنوبية، وأكيد أهم الشعاب الاصطناعية انعملت بفلبين وبتايلاند وبإنديا. أكيد في أستراليا من أشهر الشعاب، هونيك كمان شعاب طبيعية موجودة كتير حلوة. اليوم بالبحر الأبيض المتوسط في أكثر من 19 محل موجود فيه شعاب اصطناعية، أكتريتهم بأوروبا الجنوبية اللي هي إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، في أكيد كمان بقبرص، وفي شعاب اصطناعية بمصر، ولكن بالشرق الأوسط لبنان هو من أول البلدان اللي فيه شعاب اصطناعية معمولة بطريقة علمية. الشعاب الاصطناعية بتنعمل من مواد مختلفة ولأهداف مختلفة، ولكن أهم هدف هو تنمية الحياة البحرية. فبمساعدة الشعاب الاصطناعية نحن فينا نحول محلات فاضية من الحياة والثروة المائية لمدن فيها أنواع من أعشاب مختلفة، أنواع من السمك مختلفة والثروة المائية. الأشكال اللي بتنعمل فيها الشعاب الاصطناعية كمان بتجيب مختلف الأنواع، كل شكل له هدف معين، من حماية الصغار للسمك لتربية الأعشاب وتنمية السلسلة الغذائية. هالمرة كان الكلاينت عنا it was a funny client, a nice client. هالمرة الكلاينت كانوا السمك. الفكرة كانت كيف بدنا نعمل الشعب، أي شكل بنعطي للشعب، إذا السمكة شو ما كان يكون صنفها وكبرها وصغرة وشو ما كان يكون وضع التيار بالمي وضغط المي والإضاءة النور اللي بيفوت من الشمس، كيف بدنا نتفاعل مع هالموضوع تنلاقي الشكل لهيدا. قبل ما نبلش بمرحلة الديزاين لازم أكيد كنا نجتمع مع الناس المتخصصين بالعلم البحري، أعطونا الداتا، حكينا بقصة السمك كيف بتفاعل، كل العيش البيولوجيكال تبعوله الفيزيكال تبعوله، وقدرنا نعرف كمان شو مشاكل ضغط المي، كيف بيتصرفوا الأجسام بالمي. تاني أكيب اجتمعنا معهم هن جيش لبنان، المسؤولين بالجيش اللبناني، وتقديرنا لكل الجيش ولكل اللي ساعدونا الجيش. هون اللي صار إنه قدرنا حصلنا على مسح بحري دقيق على أساسه حددنا النقط بدنا ننزل فيها بالنسبة للأعماق بالنسبة للتحديد الجغرافي. ثالث مرحلة كانت بدنا نشتغل مع structural engineers لنشوف الكونكريت بدنا نستعمله، أي نوع كونكريت، أي نوع سمنت، لأن في سبيشال سمنت، في طبقة مخصوص يعني، في فايبرز نحطه بالبرودكتس، في رينفورسمنت تحط، ما فينا نستعمل الحديد طبعاً. جمعنا داتا فروم اول اوفر، استندنا على معلومات وداتا مشاريع عملت كمان مع يونايتد، مع الاي يو او مع يونايتد نيشنز.
فكرت نعمل ثلاثة موديل. في موديل اسمه اللي سميناه الوافل فون، بيشبه الوافل زيكزاك. هذا الموديل بيركبوا ثلاث قطع على بعض، بيعطيني عدة أنواع سبيسز أو مساكن للسمك. عملنا قصات الكونكريت بالمواصفات تبعنا، تدخشوا بطريقة معينة. في موديل ثاني الوافلز بيركبوا عليه القساطير، سميناه كومبي، اتس كومبينيشن. وفي الموديل سميناه تيرتل فون، اللي هو شكل مخمس، اتس بنتاغون، خمسه بنتاغون مجموعين على بعض، مسننين بشكل، واجريهم بيركبوا اذا كان ادابت شو ما كان التيران. مشروع الشعاب الاصطناعية ببحر جوني هو مشروع ايكولوجي بامتياز، كوننا عم نعيد احياء النظام الطبيعي. وقت اللي بدنا ندخل على نظام طبيعي لازم نعرف إذا هيدا النظام فقير طبيعياً أو مفقر، وكمان لازم نعرف عناصره الطبيعية كافة لحتى ما نتعدى عليها بل نحترمها، ويكون صياغتنا للمشروع إيكولوجياً تتماشى مع كل العوامل الطبيعية الموجودة، وهيدا اللي صار. إذا بدنا نحكي عن العناصر الإيكولوجية لازم ناخذ بعين الاعتبار الموضوع الكيميائي، الموضوع الفيزيائي، والموضوع البيولوجي. كيميائياً لازم إنه الشعاب ما يكون عندها أي تفاعل مع مياه البحر، وخاصة إنه ما تفوت على مياه البحر أي ملوثات. بالمقابل لازم مياه البحر كمان ما يكون عندها أكتيفيتي على الشعاب وما تسبب لها بالتفكك. منشان هيك كان استعمال نوع الماتيريال اللي عملنا منه الشعاب اللي هو من الإسمنت المقوى. فيزيائيا كان الهندسة الإيكولوجية للمشروع، وين بدنا نحطهم بالبحر كي نتفادى إنه يكون عم نفوت على عناصر فيزيائية مش لازم نحنا نهددها، وكيف بده يكون شكل الشعاب لحتى لي كمان ما يكون في إلى أي تداخل، بالعكس تستفيد من التيارات والأمواج. بالشق البيولوجي أكيد بالبحر بعد فيه كائنات حية، كيف نحن بدنا نتعامل معهم لحتى ما نأذي أي من الكائنات الموجودة، بل على العكس يكون الهندسة الإيكولوجية للمشروع والشعاب تستقطب أكبر عدد من التنوع البيولوجي الحالي لحتى تقدر تنمي ويقدروا هالأسماك والأنواع الكائنات يلاقوا بهيدا المحل ملجأ لإلهم، حتى هالأسماك تقدر تلاقي الغذاء تبعها بالموقع، تكستشر تبع المجسمات مشغول جداً لحتى يقدر يأمن مراكز يقدر يعيش فيها كل أنواع الانفرتيبريتس، وكمان يقدر يعيش عليها النباتات. فهيك بنكون نحن عمرنا النظام الطبيعي من النبات للحيوانات الصغيرة اللي هن مآكل الأسماك الكبيرة والأسماك الأكبر والأكبر. هي هي الهندسة الإيكولوجية لمشروع الشعاب. كانت دراسة هذا المشروع إيكولوجياً تكون إنمائي محفز ومزيد للثروة السمكية وللثروة البحرية بكافة مجالاتها. بحرنا بلبنان مش ميؤوس منه، وبحرنا بجوني كمان. هدفنا من إنشاء بيوت للسمك تحت الماء هو أولاً إعادة الدورة الحياتية لمجريها الطبيعي، من خلال إعادة التنوع البيولوجي لكعر بحرنا. قد سمعنا عن أنواع أسماك كانت تكون موجودة وكانوا يخبرونا عنها وفجأة اختفت، صرنا نجيبها من برا وما بقى نلاقيها ببحرنا. كيف قادرين نرجع نردها؟ من خلال إنشاء هالبيوت للسمك نحن قادرين نرجع نستقطب أعداد هائلة من الأسماك، نلشي فينا حدة وكتير أكتر منها. هدفنا من حماية هالشعاب هو أولاً الاهتمام بالأسماك ونخليها ترجع تتكاثر وتعيش بسلام، وبالتالي ترجع تنتقل على بحرنا كله وتغذي. أنا كنت كتير متحمس لأن اعتبرت حالي بقدر أربط عربة عدة نقاط بالوقت نفسه. أنا دايفر بغطس، اشتغلنا بعدة أفكار مشان نقدر نأمن هالبيوس اللي هن العلامات رح يكونوا فوق البحر. عملنا دراسات حسب لبنان، حسب قوة الموج، جاب تقارير قديه بتطلع وتنزل الموجة بلبنان. تصنعت لأول مرة بلبنان، ونحن نفتخر بهالشيء أكيد. أنا من الأشخاص اللي بشجعوا على طول الصناعة الوطنية. نزلت على البحر، تجربت قديه بتنزل بالماء، قديه بتتحمل أوزان. جهزنا لها القسم التقني الإلكتروني اللي هو رح يكون في عنا اثنين عليهم إشارات اللي هي الفلاش لايت مشان التنبيه بالليل ما يفوتوا فيها خطير او اللانشيت اللي بتمشي بالليل. وعندنا اثنين منهم رح يكونوا مجهزين بالكاميرات
مشان نعمل مراقبة مشان ما حدا يأذي هالريف هالبيوت السمك اللي هي رح تكون تحت الماي. وبالوقت نفسه عنا كاميرات تحت الماي من مين بتراقب الثروة الحيوانية كيف عم تتكون وكيف عم بتصير حياة تحت البحر، ومن منكون عم نراقب مين عم ينزل تحت الماي يأذيهم. بالنسبة للمواد اللي هي استعملت بالبيوس بالعوامة هي الفيبر، الفايبر جلاس. بتمنى قد ما فينا نحن نوعي الناس ونحافظ على هالشي، لأن بالنهاية هذا بحرنا، إذا نحن ما حافظنا عليه ما رح يكون عنا سمكة بالمستقبل. Artificial Reefs هن موضوع كتير مهم للريسيرش. بالفعل بيجتمع فيهم عدة اختصاصات مثل Civil Engineering, Mechanical و Electronic Engineering اللي بيدرسوا كل الفيزيكال elements من structures لحركة الموج للمونيتورينج سيستمز اللي بيسمحوا لنا نتابع تطور الريفز من بعيد. أما البيولوجيكال elements والحياة البحرية من نبات لحيوانات هن ماتيريال لكل الساينس ريليتد فيلدز. ما بدنا ننسى تلاميذ الاوديو فيجوال اللي فيهم ياخذوا شوت تحت الماي، يصوروا شورت موفيز ويصوروا افلام وثائقيه. كمان تلاميذ الليترتشر والميديا لهم دور بمشروعنا، فيهم يكونوا عم يكتبوا ريبورتس لنتابع تطور الريف من اول ما ينزل بالماي على مدى كذا سنه. كمان في جامعات هلا عم تعطي ديجريز وعندها ديبارتمنت للفيزيكال اديوكيشن اند سبورتس. هول التلاميذ فيهم يكونوا عم ياخذوا الدايفنج از ا بروفيشن، ملتزمين بالرولز اند ريجوليشنز تبع الدايفنج واخدين الترينينجز اللي لازمين قبل ما ينزلوا على المي. الارتفيشال ريف مشروع كتير حلو. اول ما حكيوني الان جي او دغري انا ركضت وحبيت ساعد. شاركنا بمعرفة نوعية قعر البحر واعتمدنا على الطريقة العالمية اللي هي دايفر بيجيب حديدة مروسة من قدام بفوتها بالتراب وبدقة بدقة بدقة لآخر شيء ببطل تغرق، واكتشفنا انه عنا 5 سنتي مجال لهالموضوع هيدا. كمان شاركنا بمعرفة نوع الحياة الموجودة بالبحر وعملناها على عدة مرات. أول الموسم استكشفنا انه ما في كتير حياة، لقينا أصفاد صغيرة بس على أرض البحر. بعد فترة رجعنا أكيد عدة مرات، آخر مرة نزلنا فيها اكتشفنا انه في حلزونيات وبعض أنواع من السمك على الأرض. إذا حدا بده ينزل على الحرف على الريف أكيد بده يكون دايفر وعنده خبرة ليقدر ينزل كرمال ما يأذي السمك أو حتى البيوت الجديدة اللي نحن عمرناها للسمك. وبس نحكي عن خبرة نحكي عن خبرة، يعني أقل شيء يكون هيدا الدايفر عامل ليفل 1 2 and 3 وصارت الخبرة تبعيته بالمي بوينسي تبعيته لازم تكون كتير منيحة. قطاع الغطس بيقدر يساعد كتير بهيدا الموضوع، مجرد انه الغطيس عم بيغطس او مدارس الغطس عم بتساهم انه تاخذ الدايفرز ليغطسوا ويكتشفوا هالمحل الجديد الموقع الجديد بالمي بيكونوا هن عم بيساهموا بهيدا القطاع. اول شيء عم بيكونوا عم يساهموا ماديا للابحاث، ثاني شيء عم بيعملوا توعيه لغير مدارس ولغير عالم عن اللي عم بيصير بالمي. بتمنى يكون هالوثائقي وصل فكرة واضحة عن مشروعنا وعن الشعاب الاصطناعية وأهميتها وعن كيفية إخراج انخراط الطاقم العلمي بالأبحاث البحرية، لأنه بحرنا بحاجة ولأنه البحر بيعيش الناس ولأنه علاقتنا علاقة الإنسان بالبحر علاقة متجذرة وعلاقة كيان. فبتشكركم وبتشكر كل اللي ساعدونا على إنجاح هالمشروع، وبخص بالشكر الجيش اللبناني ومصلحة الهيدروغرافيا اللي كان لها الفضل الكبير على هيدا المشروع. خلينا على تواصل ونحن موجودين ليكون إيدنا سوا بالمشاريع المستقبلية وليكون هيدا المشروع مشروع متجدد على كافة الشاطئ اللبناني.